لا تصنف سطور تاريخ مرفا بيروت في خانة المرافق التي تقتصر مهامها على الاستيراد والتصدير، بل هو نقطة ارتكاز في بناء بيروت كعاصمة إقليمية محورية سياسيا وثقافيا ومحدد أساسي من محددات السيطرة السياسية في المنطقة. عندما دوى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب أغسطس الماضي، كان لبنان في قلب بركان إقليمي سرعان ما بدأ الاستثمار الخارجي في تبعات التفجير، زيارات مقنعة بالمساعدات وبالطابع الإنساني، قمح ودواء ومؤتمرات مساعدات بثمن سياسي يحدد هوية البلاد وقرارها في ظل مسارات إقليمية يتم تفعيلها كالتطبيع مع إسرائيل مثلا. سريعا تحولت الزيارات الخارجية بعد انفجار المرفأ إلى سياقات سياسية يومية تمعن تدخلا في تشكيل المشهد اللبناني وفقا لحسابات غربية على وجه الخصوص، عبرت عنها خطابات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتحركات الأمريكية على أكثر من صعيد في لبنان، تدخلات نجحت في مواضيع وفشلت في أخرى، لكنها عززت كما في مفاصل من تاريخ لبنان دور التدخل الخارجي في الصراع على توجهات هذا البلد المحوري. وهذه المرة كانت نقطة التحول من هذا المرفأ. أهلا بكم إذن مشاهدينا إلى هذا التغطية التي نستمر فيها من مرفأ بيروت بعنوان لبنان أمل برغم الألم. ونبدأ بهذا التقرير قبل أن نرحب بضيوفنا الكرام. إذا قبل بداية النقاش نتوجه إلى هذا التقرير، فبعد انفجار مرفأ بيروت بيوم واحد بات لبنان محج الوفود الأجنبية ونقطة استقطاب للمساعدات الخارجية، وبسرعة تحول الخطاب من مساعدة لبنان بعد كارثة المرفأ إلى خطاب تدخل في صميم المشهد السياسي اللبناني، حيث شبهت زيارات رؤساء دول بزيارات المندوبين الساميين أيام الانتداب، كان عاما حافلا بالتدخل الخارجي ومحاولة فرض وصاية على لبنان لأهداف سياسية. غراسيا بيطار. انفجر المرفأ وسال لعاب الغرب، أمطر لبنان بشتى أنواع التضامن. لبنان كجزء من فطيرة الشرق الأوسط بالنسبة إلى الغرب، يريد النفط، يريد الغاز، يريد اليورانيوم، يريد الكاوتشوك من أفريقيا، يريد كل المصالح التي يمكن أن تسير عجلة اقتصاده. أتت كارثة المرفأ لتكون نوع من يعني شحمة على فطيرة هذه الشهية الغربية. أمام مشهد الدمار السلوك الدبلوماسي الغربي كان ولا يزال سافرا. فالسفارات الغربية تريد يعني بيئة آمنة لأعمالها والاستمرار مصالحها. السفارات الكبرى ما زالت تنشئ عمارات كبيرة وتدفع عليها مليارات الدولارات. الحراك الدبلوماسي الغربي أصبح سافرا أكثر مما كان في وقت سابق. أنا أعتقد أن هذه الوصاية ستستمر في المرحلة المقبلة، خصوصا إذا تعذر تشكيل حكومة في لبنان. هل هي وصاية فعلا؟ نحن نقف مع الشعب لا مع السياسيين. كلمة واحدة قالها الغرب ونفذها، والحركة الأكثر مباشرة كانت للرئيس الفرنسي الذي زار لبنان مرتين في أقل من شهرين. هنا في شوارع الجميزي في قلب بيروت مشى ماكرون بين شظايا الانفجار، هنا سمع مناشدات البعض لعودة الوصاية والانتداب، مناشدات قد تكشف عقم النظام السياسي اللبناني ولكنها تبرر أيضا جموح الغرب للاستثمار في أوجاع الشعوب. من أوائل من شعر بوجع الشعب اللبناني كان صقر الإدارة الترامبية مايك بومبيو الذي سارع في تغريدة إلى تهميش المسؤولين في البلاد معربا عن استعداد بلاده لمساعدة الشعب اللبناني، وهذا ما أعلنه الاتحاد الأوروبي وألمانيا التي قدمت عرضا بمليارات الدولارات لإعادة بناء المرفأ. ألمانيا نفسها التي حذر وزير خارجيتها مما سماه استغلال حزب الله للانفجار لتوسيع نفوذه في البلاد على حد تعبيره. لبنان هو بوابة الغرب إلى الشرق الأوسط، هي القاعدة التي يطبقها الغرب، والأفضل على ما يبدو أن تبقى هذه البوابة معطلة كي تسهل عملية التدخل دائما. غراسيا بيطار، بيروت، الميادين.
إذا مشاهدينا نرحب بضيوفنا المحامية والناشطة السياسية بشرى الخليل، كما نرحب أيضا بالمحامي وأستاذ المحاضر في القانون الدولي الدكتور أنطوان سعد. أهلا بكما. وأبدأ معك سيدة بشرى، بعد عام تقريبا على تفجير وانفجار مرفأ بيروت، التحقيقات متواصلة ولكن حتى الساعة لا نتيجة يبنى عليها ربما للمحاسبة. بعد عام بالنسبة لك، ما الذي تكشف عن هذا الانفجار وخلفه وتبعاته؟ أنا بعتقد باليوم الثاني يمكن استضفتوني للانفجار، بعدني عند هيدك القناعة، وهي أنه في عمل تخريبي. بدك تشوفي دائما المستفيد، نحن محامين ودائما منفتش بالجريمة الغامضة عن مين المستفيد منها، بيطلع لك مجموعة إجابات، في جواب بيبقى هو الأقوى بيناتهم. معادلة ميناء حيفا مدى البينا بيروت، هاي المعادلة في كثير مؤشرات لها كانت مبينة، يعني أول شيء عم ينعمل مشروع لميناء حيفا توسيع ضخم كثير، أضف أنه في شبكة مواصلات عم تبنى من حيفا إلى الدول العربية. نحن بنعرف ميناء بيروت بالأساس وظيفته الأساسية ترانزيت ما بين لبنان والدول العربية، لما بده يصير بديل ميناء حيفا فطبيعي لازم يضعف ميناء بيروت، وإلا العرب بيصيروا محرجين إنه وجود ميناء بيروت، نحن ليش ما نتعامل مع ميناء حيفا؟ بس لما بيروح ميناء بيروت بيصير أمر طبيعي اختيار ميناء حيفا. طيب أنا هذه الترجيحات، هل ترسخت هذه القناعة بأدلة دامغة بعد عام تقريبا؟ لقلك شو، أنا طبعا عم واكب التحقيق لأنه أنا كمان مدعية بهذا الملف، وأنا بهمني أعرف الحقيقة ومين قتل الموكلة، يعني ضحية الموكلة مين اللي قتله. لحد هلا ما بين من اللبنانيين اي طرف الا تحت خانه الاهمال الوظيفي. لما بتدرسي كل حاله اهمال بحاله، يعني انا شفت كل الحالات اللي مساقه، سواء اللي بالجمارك او اللي بالامن العام او اللي بامن الدولي او اللي باين، كل حالات الاهمال فيك تحطيها وحده مهدت او ساعدت، ولكن قصه التفجير بذاته لما بتسمعي انت او بتقري تقارير علميه عن هذا النوع كيف بيستعمل وكيف بيتم تفجيره وشو اللي صار، بيطلع عندك احتمال العمل التخريبي. أنا طلع معي شيء كتير مهم بالأساس، أنه نحن محاصر لبنان بالبحر، في بالنسبة للقرار 1701 أنه اليونيفيل موجودة بالبحر تمنع أي باخرة أو زورة صغيرة يفوت على بيروت بدون ما يخضع للتفتيش. هاي الباخرة مفترض خضعت للتفتيش، قالوا لمرأة ترانزيت برضو لازم تخضع للتفتيش، لقت عليها 2700 طن لنقول نيترات. من النيترات الأمونيوم، طبعا فحصتها وعرفت انه نسبة الأزوت فيها عالية وانه خطيرة المواد، لأنه نحن كذا تقرير كشف انها خطيرة هون بلبنان، فالطبيعي انه هن كشفوا لأنه شغلتهم هن البحث عن الأسلحة والذخائر والمتفجرات وكل هاي الأشياء، مش تفتيش عن الرز والطحين والسكر، يعني تفتيش على هيدي الأمور. طيب قطعت عندهم وفاتت، قالوا لهم مرأة ترانزيت، بدي احسب انه غضوا النظر على اساس ترانزيت، بدهم يسالوا بالاول هي اخذت ترخيص من الجيش اللبناني، مفترض تاخذ ترخيص قبل ما تفوت من الجيش اللبناني، هذا الترخيص حسب معرفنا مش موجود، ما في ترخيص. طيب حتى لو مرأة ترانزيت بدها تاخذ الترخيص، طيب فاتت على اساس راجعه، قالوا لهم يوم يومين ثلاثه 10 بدها ترجع، مفترض انها احصت الكميه، عملت دراسه عنها، فحصتها كيس كيس شيك لو كياس صغيرة بس واجباتها، هاي بدها تفحصها بالآليات الدقيقة الفائقة الدقة اللي هي أصلا موجودة كرمالة، يعني مفترض إنه هالشي تم شيك، مفترض إنه عرفت الكمية بالضبط قديش. طيب هاي الكمية بقيت بلبنان، الباخرة قالوا صار فيها عطل ما رجعت، المفروض هي تسأل عن كمية شو صار، المفروض تتابعها لحظة بلحظة لأنه وظيفتها هاي. طيب تابعتها لحظة بلحظة مش مبين لهلا، ما الذي تريدين قوله بالتفصيل في هذا النقطة؟ بدي أقول احتمال التورط الخارجي كتير كبير، إنه هاي المواد إجت للضل بلبنان، هاي قناعة ثابتة عندي. طيب سوف أعود إلى هذا النقطة، ولكن اسمح لي أن أتوجه إلى دكتور أنطوان. صار في غض نظر دولي، لأنه اللي بيمون على قوات الطوارئ مش أنا وأنت أكيد، ولا فريق محلي لبناني، اللي بيمون على قوات اليونيفيل في فرنسا ممكن، أمريكا ممكن، ألمانيا الدول ممكن، الكبرى هاي الجهات. طيب دكتور أنطوان، يعني هل توافق على هذه الأرجحية بأن ربما تكون إسرائيل خلف انفجار بيروت؟ واسمح لي أن أسأل سؤال مضاف إلى ذلك، يعني لا للتسييس لا للتضييع، يعني هاي شعارات حملها أهالي الضحايا في أكثر من وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن الحقيقة وأيضا المحاسبة، ما مدى حضور السياسة في مسار التحقيقات حتى الساعة؟
خلينا نبلش بالنظرية اللي قالتها الزميلة. أنا بدي سلم جدلا أنه الأمم المتحدة موجودة واليونيفيل موجودة لضبط أي داخل أو خارج على الممر البحري من المياه الإقليمية لنوصل على بور بيروت. بدي سلم هن متواطئين. دخلك الجيش اللبناني والمؤسسات الرسمية في لبنان ألم يطلق النار على الجيش الإسرائيلي لما قطعوا شجرة غصن شجرة وأرد وعقيد وضابط وإيه؟ صحيح. طيب كيف نحن نوصل على لبنان إذا كان في مؤامرة، نظرية المؤامرة علينا ودخلوا لنا إياه هون؟ بدي خبرك أنه بالأساس أنا مني مع كل النظرية القائلة بأنه ضابط أو قاضي أو مدير قادرين يتولوا مصير سلاح خطير مثل هيدا. بدي أذكر المواطنين أنه أنا مقاربتي من أول نهار التفجير مش بس كأستاذ محاضر في القانون الدولي ولا في القانون الدستوري أو سياسي أو ما لهم خصة. أنت إجاك إنبلة ذرية محطوطة عندك بالبلد تتركيها 7 سنين؟ لا. شو القانون بيقول؟ بال64 لبنان وقع على اتفاقية بزمن الرئيس شار الحلو تمنع اقتناء تخزين استخدام أو تطوير سلاح نووي. نعم. بال74 وبعهد الرئيس سليمان فرنجية لبنان وقع أيضا على اتفاقية بمنع تخزين اقتناء استخدام وتطوير سلاح بيولوجي بكتيريولوجي يؤدي إلى تصنيع سلاح كيماوي سلاح محذر وشديد الخطورة ومليء بالسموم. هذه هي الوضعية اللي كانت عندنا هون. من يخالف اتفاقية دولية ما منروح بالأساس عند قاضي صغير. قاضي الصغير ما بيقدر يطلع بآخرة مثل هيدي 10 متورة برات المياه الإقليمية يلي كان عم بيحمل مسؤولية قاضي أو مدير. حتى الساعة لا تختلف معها يعني هي تحدثت عن إهمال. لا أنا عم بحكي بالمسؤولية. مثل ما أنا مواطن لبناني أخضع للقانون اللبناني، الدولة اللبنانية عضو في الأسرة الدولية، ولما بتخالف أحكام القوانين الدولية يلي هي شرعة الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية تخضع للمساءلة. مين بيسائلها بوقتها؟ بيسائلوا الحكومات المعنية ولا سيما السلطة التنفيذية المختصة داخل الوزارات يلي سكتت وصمتت صمت أهل الكهف عن وجود هالمواد الخطرة. بس خليني أقول لك بالتحديد لما هلأ بقي شوية سلاح غير متفجر، هيدا المواد الخطرة اللي بقيت غير منفجرة، شو عملت الحكومة اللبنانية؟ الحكومة اللبنانية كان عليها تلجأ من حل إلى اثنين لو حتى ما حصل تفجير وعرفت وكانت حسنية وغير متواطئة بالمؤامرة عم بمشي حسب النظرية اللي قالتها الزميلية يلي فوتولنا إياها لهون. شو كان لازم تعمل؟ كان لازم تحكي المنظمة الدولية للطاقة يلي هي وقت سحبون من إيديه لبشار الأسد لما عملوا له بروفا عسكرية بالبحر وقالوا له يا الضربة يا بتجيب سلاح الكيماوي، جابوا مثل الشاطين. مين أخذهم؟ الوكالة الدولية للطاقة. نحن يا بتخذها الوكالة الدولية للطاقة إذا ما عندنا ثقة فيها كمان وما بدنا أمم متحدة لها بس بدنا نروح بس بدنا ما نروح، فينا نروح مثل ما عملوا على الشركة الألمانية المتخصصة نعمل اتفاق نحن وياها ونسلمها هني. هيدي لو كانت الحكومات غير متواطئة وضنينة بأمن وسلامة بيروت ولبنان والشعب اللبناني. طب بعد ما جاوبتك على السؤال الثاني اللي هو كنت عم بتقولي لي سؤال اخر ما له خصه بالتفجير انه هل دخول هل من وجود للسياسه حضور السياسي بعمل القضاء. طيب انا بدي اسالك سؤال، الشعب بشرعه حقوق الانسان عنده حق انه يعبر بصوره غاضبه جدا لما السلطه بتعمل تصرفات معه لا قدرة له نفسية على استيعابها. طيب. يعني لما بتقفلسيله البنوك بتفضيهم والخزينة العامة وبيطلع بلا بنزين وبلا مازوت وبلا أكسجين وبلا مستشفيات وبلا كل هيدول، الإنسان أصلاً بحكم الطبيعة ببطل بحالة استقرار نفساني واجتماعي. كم بالحرق إذا عملتي له كل هيدول؟ فبشرعة حقوق الإنسان بيفسروا تعبير الشعب حتى إذا كان غاضب على أن لا يتجاوز مبدأ التناسب مع الفعل القامد فيه السلطة. أوكي. أكيد الشعب بعد ما تجاوز هيدا الأمر. طيب الشعب إذا قال هلأ اليوم يا قاضي بدنا منك تحكم وتعمل، أنا كنت من الشعب يلي كنت بقل الشرف كون ما الذي تريد قوله أيضا؟ كنت مع لبنان الحلم وقلنا هون عيام الرئيس صوان
يا رئيس صوان انت بتعرف قلناله انه اللي جابهم هو اكبر من الدولة، هو اللي بيأمر الدولة، هو اللي بيركع الدولة، هو يلي بتربح فيه الأغلبيات النيابية وبيتحكم بمسار السياسي في لبنان. هيدا هو اللي يعني مش معقول تكون جمعية مار فرانسيس جابتهم وهي عم تتحكم بالدولة. السوري عبنا طلعني، بس اكيد السوري بعده موجود عندنا بمجدين سلام والتقوى. يا محلاني رحت على اسرائيل. اذا المهم انه اللي عم بقوله انه نحن طلبنا القاضي هيك، هيدا من حق الشعب، ولكن هل من حق الشعب انه يطلع زعيم سياسي او زعيم ارهابي او غيره يطلع يقول له للقاضي انت ما تعمل هيك، روح يمين روح شمال، انت ما بتعرف انا اللي بعرف؟ طيب فرد مره يشلح البدله او العبايه، يشلح ويوقف محل القاضي يقول لهم انا القاضي، انا اللي بحكم، لشو عم نعذب القاضي؟ لانه اني 4 أشهر بالملف. طيب مين اللي قال؟ انا عرفت يعني اعلم ما الذي يعني بتتوجه به، ولكن طيب حتى لا يضيع الموضوع. نحن محامين هو المستفيد، لم تجبني على من هو المستفيد، وهل فقط يعني من اشرت اليهم هم فقط؟ على شو هو المستفيد؟ من هم المستفيدين؟ من هم؟ شو السؤال؟ من مستفيد من شو؟ من التفجير. من التفجير أم من وضع المواد؟ من التفجير. أنا بدي أعتبر مسألة التفجير حتى ما فوت بالنظرية. يعني لماذا تضع نظرية إسرائيل جانباً وتتعامل مع الشيطان؟ أنت عم تقليلي بتحب تناقش مسألة الشيطان قبل الله؟ شو ليه؟ شو افترض ناقش؟ أنا بدي ناقش اللي جاي بالأول، لأنه التفجير بتركه للقضاء، لأنه في كلنا ناس بيقولوا سمعوا الطيران، ناس بيقولوا في اللحامين وبكره الحدادين والنجارين كان لهم تدخل فيها، وفجأة ما بينها بين عند كل تقرير موضوع بيموت الضابط، فجأة بيوقع على حجرة بيجي على نص راسه وبيدوخ بنقطع طيب. نفسه من العيد سكيف للعيد ابو رجيله لكل ضابط قبل لا ماتوا قبل طيب. ما هو قبل ما لانه كانوا عاطين تقرير بالمواد السيده بشرى الخليل. في مين المستفيد؟ المستفيد قول اسالي مين المستفيد من وضعه بالاول قبل ما نقول مين فجر. مين وضعه؟ السلطه السياسيه تعلم، الكبير والصغير بيعرف فيهم والمجتمع الدولي لا يعلم. انا بدي اسالك سؤال، انه كيف بيعرفوا؟ كيف بيعرفوا الدوله 20 جرام مخدرات بيجي من أجل أن نواجه الحوار ونستفيد قدر الإمكان من هذا النقاش؟ اسمح لي أن أعود مجددا إلى سيدة بوشا، نعود إلى تاريخ 14 إلى 4 من آب ومتى له أيضا بأيام قليلة ما إن حصل الانفجار، حتى رأينا يعني كل من يريد الدخول إلى مرفأ بيروت كان يمكنها الدخول، مسؤول من هنا مسؤول من هناك، سيارة من هنا سيارة من هناك، هل تم العبث بمسرح الجريمة برأيك؟ قبل ما جاوب على العبس بدي جاوب على قصة الكيماوي والبيولوجي والنووي. وينه؟ مين قال هذا كيماوي وبيولوجي ونووي؟ يتحدث عن لا إذا بتريد لا في كيماوي ولا في بيولوجي سوري ولا في بيولوجي ولا في لا أنا تحببا بعمل هيك لا مش ولا في بس بدي لك أنا أجاوبين على السموم والمحظرة والخطرة. روقي علي شوية طيب. روقي علي لا بيولوجي ولا نووي، هيدي بتجي انا عندي ملف من 2007 ملي الدنيا اليورانيوم هيدا النترات اليورانيوم، هيدي بال 2007 ملفات كشفتها شعبة المعلومات، لقطوا قواعد شو اسمه تبعون القاعده خلايا القاعده بلبنان، طلعوا عم بيخططوا لتفجير المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عم بيخططوا لقتل ضباط، عم بيخططوا بكل اعترافات موجودة. هذه المواد عندها نترات أنواع لا عندهم نترات الأمونيوم شيك، هذه اعترافات واردة على مدى 250 صفحة، نترات الأمونيوم موجود وبنديهن وقاعدين بيستعملوها بالتفجير وقتلوا وعملوا اللي عملوه فيها، هاي مش كيماوي هاي نترات أمونيوم. يا انت عم بتقول اتفاق معلش خليني بس بتحب تجاوب على سؤال ما تكون عم تجاوب برات الموضوع. انا قلت مواد خطرة مواد خطرة مكتوبة بالاتفاقية. مواد خطرة يا عمي إيه؟ أي مواد تفجير خطرة؟ يمكن هدول كانوا تشيكليس وفرقعوا بيروت، خلينا نعتبر أنت عم تشيكليس كانوا سيدة شو كانوا؟ الاتفاقيات فقط يعني كي لا يذهب النقاش يعني هي علي مواد خطرة بمسارات اللي عملته هلا مثل ما شايفين بالكاميرا إذا بتوجهي لعندك، هيدي مواد خطرة ولا مش خطرة؟ هي خطرة بلا شك وهي لم تقل عكس بيروت. هي لم تقل عكس ذلك، نريد أن نصل في هذه الحلقة إلى خلاصات يستفيد منها المشاهد. أول حدا مسؤول اليونيفيل
ورا وشو عرفني انه مش ساركوزي مزبوط هو بعث على جبهه النصره؟ ما هي تفجر فيها. لذلك انا اسالك يا سيده بشرى، هل تم العبث بمسرح عبث عبثوا الاف بي اي اللي وصلوا اول عالم، عبثت المخابرات الفرنسيه اللي وصلت، كلهم عبثوا بالادله وشالوا كل دليل ممكن يوصل لهويتهم، لانهم لهم علاقه بهذا الموضوع. ما في شيء بيخلي اليونيفيل لا سوريا ولا حزب الله ولا كمال جنبلاط ولا ولد جو، لا حدا بيخلي اليونيفيل فلتغض النظر عن هاي الكمية الضخمة إلا فرنسا أو أمريكا أو ألمانيا أو إسرائيل، هول بخلوها تغض النظر، هي المسؤول الأول والرئيسي والأساسي بهذا الموضوع. هاي واحد. اثنين، بعدنا عم نحكي الاستفادة شو؟ سوريا شو بدها فيهم؟ بس سوريا يعني هلا راح على بشار الاسد وراح على سوريا وراح على سيد حسن وراح على مدري مين، روق شويه، انا مش جاي قاتل، جاي حاور. انت بدك تحاور، عم تاخذينا شيء ما قلته، انت ما بدك تحاور يعني ان لم تقله حرفيا بعض الاشارات يعني وصلت. لا انا بقول اكثر من هيك بس لنكمل، كنت عم تساليني بالعلم، حكينا علم، هلا بنحكي بالتحليل السياسي. تحدث تحكيا سياسيا، معلش معلش، نحن انا محامية جزا، بعرف شو محامي شو، انا بشتغل على الوقائع، بعرف حاضر في القانون الدولي، انا لا كمحامي، محامي محامي مدني جزائي احوال شخصيه، انا متفرغه للجزا. طيب وانا بلقط لك، انا اذا بدخلوني انا من اوائل الناس اللي بكشف الادله اذا بدخلوني بالتحقيق، انا بكشف الجريمه قبل ما اي حدا تاني يكشفها، شغلتي. نحن الجزا عباره عن وقائع، بدك تفتشي بالاول على الوقائع وتدققي بالوقائع. بعد ما تدققي انا بعمل باي مرافعه، تبقى الوقائع عندي 20 صفحه بالقانون 3 صفحات، الوقائع هي اساس باي فعل جنائي. هيدي اليوم انا باخذها كمحاميه جزا، فتشنا كيف فاتت، فاتت لتبقى، فاتت لتبقى، في شركه حجزتها عن طريق مكتب محاماه، هيدا المكتب المحاماه قبل يكون محامي الشركه الحاجزه ومحامي المحجوز عليهم محامي اثنين، انسال ليش كنت وكيل اثنين؟ طيب انسال جورج القارح انت وكيل سفار، ولما سفار جابت هيدي المواد بالباخرة ماخدتها على موزمبيق، وما راحت على موزمبيق، انكسرت فيها الباخرة على الطريق، ما بجيب باخرة تانية تنقل لي مواد؟ من جابت؟ طيب جورج القارح انت تحقق معه لينسأل انه انت وكلائك ليش ما اجوا اخذوا بضاعتهم؟ طيب ما في، ما هن هم بدك تفتش انت على الجريمة، اول شغلة بدك تشوفي ليش صاحب البضاعة ترك البضاعة، ليش ما سألش غاب 7 سنين عن البضاعة؟ ليش؟ تبين إنه شركة سفارو اشترت البضاعة بعد ما علقت هون، اشترتها من شركة اسمها شو اسمه رز، طب مش عارف شو اسمها، شركة أجنبية طبعاً، اشترتها وقتها بعت القضاء قدم الطلب إنه فحصولي إياها شوفولي هاي شو وشو نسبة الخطورة فيها لتشوف إذا بتاخدها أو ما بتاخدها. هي أول واحد تحرك بهذا الموضوع شركة سفار ولا؟ طيب تحقق معهم لكلهم هون. نحن رحنا دغري على المحلي، مزبوط في محليين، في كذا حدا عرف إنها خطرة، بلشت تنعرف إنها خطرة من شهر شباط، سكاف مش هيك؟ طيب سكاف بشهر شباط قال إنها خطرة. سيدة مشاهرة الأمن العام شهر 5 بعت رفع تقرير الأمن العام لقيادة الجيش قال لهم هيدي مواد خطيرة وتصرفوا، كاتب ملاحظة. لا أنا أول وحدة قلت مسؤولي مخابرات الجيش أول حدا، بس مش مين فوق المسؤولية العسكرية، في مسؤول سلطة طيب تنفيذية هي اللي بتاخد القرار وتبيعهم لبرا. هذه المعلومات سيدة مش طيب. المديرية العامة للنقل البري قدمت طلب ترخيص بنقل المواد من الباخرة للبر، شيك. انا ما انت بدك تعرف تبلش بالتحقيق، ما بدك تبلش فيهم هون وتشوفي شو الدوافع لتعرفي كل هول. طيب. يعني انا دغري فزيت على سوريا اللي هي اكلتها فيهم، في متفجرات صارت. طيب. لاهداف استهدفت الجيش السوري بهيدا النوع من المتفجرات. طيب بناء على هذه النقاط التي برزت فيديوهات عندكم على بناء على هذه المعلومات التي تذكرينها وبناء ايضا على ما قلته دكتور انطوان، يعني من الواضح بأنك يعني تصوب أكثر على الشأن أو على الأطراف الداخلية أكثر من الأطراف الخارجية، ولكن أيضا كان هناك الـ FBI، كان هناك قوة فرنسية، كان هناك أكثر من يعني أسطول وقوة أجنبية متواجدة في المرفأ، لماذا حتى الساعة لم يتم الكشف عن حقيقة ما جرى إن كانوا كلهم أتوا إلى هنا؟
طيب انا بتمنى والاطراف المحليه هي 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 القائمه بهذا الفعل. انا تقريبا فهمت وجهه نظر الزميله، ومن حقها تطرح، يعني حتى اعتبري هي محاميه عن اي حدا عم يدافع، من مش حقها وجهة تطرح نظر. اي واقع وتحليل منطقي، مش وجهه نظر، لا تحليل منطقي. يعني ما في، يا بدنا نعمل بوليميك. انا لا، ما انت قطعتني مليون مره. أنا يا ما قطعتك ابدا. طيب خليك من هذا، ما هي النتيجه التي اتت بها هذه الوفود؟ انا بدي اعتبر انه وجهه نظر بالدفاع عم توصل لمحد معين، علما ما بعرف قد ايه عندها اطلاع بالمسؤوليه تبع السلطه العسكريه وما بعد السلطه العسكريه، لان احنا هون امام سلطه تسلسليه تصل الى المسؤوليه السياسيه للوزير المعني. يعني بفرنسا امبارح باحدى الموجات الحر ما كان في تجهيز لمناطق العجزه، لا دور العجزي. دكتور مين استحضر؟ مين استقال؟ مين تحمل مسؤولية؟ وزير الصحة. عنا في لبنان. أنا سوف أأتي على الحكومات وعلى المسؤولين المحليين، ولكن اسمح لي، يعني اسمح لي أن تجاوبني على سؤالي. هذه الوفود التي أتت إلى هنا بأي نتيجة؟ ما نتيجة؟ أي نتيجة أتت بها؟ هلا أنت دائما عم تسأليني رح جاوبك، بس دائما عم تسأليني عما بعد الفعل. أنا عم بحكيكي، رح أعطيكي نموذج. إسرائيل كانت تكبلنا صخور بجنوب مفخخة من قلبها، كانت تتركها الدولة اللبنانية؟ هيدي مش أبشع من هيك؟ تفخيخ. هيك كانت تترك لنا إياها، كانت تشيلها الدولة. ليه هيدي 7 سنين وعارفة فيها بتقارير أمنية وتركتها؟ إذا بتريدي. لا مشكلة في هذا. صراحة أنا ما في كمل إذا بتضلها تقطعني. أنت قطعتني 100 مرة. ولا مرة قطعتي. إذا بدنا نكمل، بليز خليني كمل وجهة نظري. أنا بدي واجه هيدي النظرية القائلة، لأن إذا هيدي النظرية هي هيك القائلة، لنقول له طب أوراقك وروح على البيت للقاضي البيطار، ما تشتغل. ما زال منتهية القصة، هي وحدة. وحدة تانية، أنا عم بقول لك إذا مديرية المخابرات أو الأمن العام أو الجمارك أو أي جهة قضائية أمنية أخرى أو إدارية أو قضائية لقطتهم لهدول، هل عندها سلطة تطلعهم 10 متورة برات المياه الإقليمية؟ مين أي دولة مشغولة بدها تاخذ؟ خليك قولي لا. ليكمل الفكرة. ليكمل الفكرة. تفضل. شو رأيك تجمع الأفكار وتجاوبيني من بعدها؟ شو رأيك؟ دكتور أنطوان، أكمل الفكرة. من بعد ما خلص. احكي بأدب، روحي. طيب. شو رأيك؟ طيب. بما أنه الحوار حاد إلى هذا، أنا ما بعرفه. سوف نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود ونتابع هذا النقاش. ابقوا معنا مشاهدينا لو سمحتم. اهلا بكم مشاهدينا من جديد، واجد الترحيب بضيفنا المحامي واستاذ المحاضر في القانون الدولي دكتور أنطوان سعد. نعتذر على مغادره المحاميه والناشطه السياسيه بشرى الخليل، ونذهب الى هذا التقرير حيث انهت المديريه العامه للاثار التابعه لوزاره الثقافه اللبنانيه المرحله الاولى من تغطيه وتدعيم المباني المهدده بالسقوط بسبب انفجار مرفأ بيروت، وذلك بالتعاون مع شركاء دوليين. مهمه شاقه ينتظر اهالي العاصمه استكمالها، ولا سيما انها تتم في ظروف اقتصاديه خانقه في لبنان، والاخطر انها تتم في مواجهه جهات سعت منذ انفجار المرفأ الى السيطره على المباني التراثية في العاصمة وهدمها لبناء أبنية تجارية تهدد وجها من وجوه بيروت الحضرية. فاطمة قاسم. عام على انفجار بيروت المروع. بيروت تستعيد عافيتها بورش تعمل على قدم وساق. نحن موجودون في إحدى هذه الورش، ورش الترميم التي شارفت على الانتهاء لمبنى تراثي من ضمن 640 مبنى تراثيا تضررت على نحو جسيم في الأحزمة المحيطة بالمرفأ. مبنى تراثي تم إحصاؤهم من قبل مجموعة حوالي 40 مهندس، حطينا حالنا بتصرف المديرية العامة للآثار من ثاني يوم الانفجار، وتم إحصاء هال 640 مبنى وتقسموا عدة فئات حسب قديه متضررين. كان في عنا حوالي 100 مبنى متضرر بشكل كبير، 98 100 مبنى متضررين بشكل كبير، بيناتهم
49 ما بدنا بالضبط مهددين بالسقوط، يعني كان في مشاكل إنشائية فيهم. إذا بقيوا كان الشتاء جاي بأيلول، يعني كان في إمكانية كثير نخسرهم لهالمباني هولي. وكان في كثير كمان حكي عم يطلع أنه هالمباني لازم تنهدم ويرجع يتعمر محلها مباني جديدة، وهذا الشيء اللي وقفنا بوجهه حتى ما يتغير وجه المنطقة، الوجه التراثي العمراني والوجه الاجتماعي كمان ما يتغير. مشان هيك ما خسرنا ولا مبنى من هال 49، قدرنا ندعمهم كلهم. نحن هنا داخل احد الصالونات في احد المباني التي كانت عرضه للسقوط، كانت قايله للسقوط قبل ان يتم تدعيمها، قبل مشروع الترميم. واجهاتها دمرت بالكامل من جراء انفجار مرفأ بيروت. نحن داخل الركام وهي في طور الترميم وإعادة تدعيم هذا المبنى. نبض الحياة موجود، احنا from day one حاولنا على قد ما نقدر نتواجد. في ناس كتير تكتفت هنا، كلهم actually اشتغلوا ايد واحدة علشان بيروت رايز أجان. إثبات إنه نحن باقيين هون، نحن رح نرمم كل البيوت، رح نرمم كل الأحياء ونردها أحسن مما كانت، لو قد ما عملوا فينا ولو قد ما دمرونا مثل ما صار بأربع آب، هذا نحن بهالطريقة بنرد. فاطمة قاسم، بيروت، الميادين. أعود مجدداً إليك دكتور أنطوان. يعني كما قلنا قبل الفاصل، أساطير وبوارج وبواخر وجسور جوية محملة بالمساعدات وجيوش عربية وغربية وفرق تحقيق أجنبية وصلت، رفقتها أيضاً زحمة سياسيين غربيين وأيضاً أجانب، على رأسهم كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. البعض قال بأن الوصاية الدولية أتت مع هذا الزيارة وعلى أثر تفجير بيروت. ما الذي تقوله؟ يعني لو في وصاية دولية هالقد قوية كانت يمكن عملت حكومات على الحد الأدنى، ولكن لم يتم الحديث بتفاصيل سياسية تعتبر يعني شأن داخلي بحت برأيك؟ برأيك أنه إذا كان هذا الشيء صحيح، برأيك شو اسمه ماكرون عم يتدخل باسم وزير خارجية أو وزير مالية أو عم يجرب يكون كان وسيط، مع أنه نحن أنا شخصيا ضد أي تدخل مين ما كان. بتبلشي من إسرائيل وبتكملي حدا اللي بيشبهوا بعض، سوريا، إيران، لتوصل على السعودية ولأمريكا، كلهم أنا ضد تدخلهم. علينا أن نحن ننشئ مطبخنا السياسي في لبنان وقرارنا السياسي في لبنان. هذا اللي عم نقوله نحن بالثورة بتجمع لبنان الحلم. بنقول ما بقى بدنا حتى نشحد مصاري من الخارج. مصرياتنا معروفين، مش ماكرون سرق لي هني ولا الإيراني من برا سرق لي هني المنظومة الفاسدة اللي بتشتغل عميلة عند الاحتلال، أكان سوري أو إيراني أو غيره. هي يلي سرقت لي مصرياتي، واللي مغطيها هو اللي ساكت عنها. وشوفت بالدليل الواضح، اذا انت مصدقه انه او يمكن يكون احتمال نظريتك صحيحه انه اجت هالقوات الاجنبيه ومحت الادله، مثل تنقول يلي محت الادله وقت تفجير نظريه. انا انقل ما يحكى، اعتبري اعتبار، يعني خليني اخذها بعين الاعتبار هالنظريه على فرض انه هي صحيحه، مثل ما حصل وقت بعبسوا بالجريمه بمكان الجريمه بطلب بعض الضباط اللي كانوا تابعين للنظام السوري وقت قتلوا الرئيس الحريري. هل احتمال صحيح وارد، ولكن عمليا قبل ما نقول انه دينتنا بنمسكها من هون، ما هيدي دينتي. خليني بلش بالسبع سنين اللي قعدت فيها، ليش السلطه السياسيه سكتت عن كل التقارير الامنيه، عن اي جهه امنيه وضعتها؟ هلا اذا في حدا سلطه قضائيه قصر وما ابلغ الأجهزة الأمنية، بس كل الأجهزة الأمنية وصلها وعرفت إذا بدي سلم جدلاً إسرائيل أو أمريكا أو مين ما بدي قولي، إجت وضعت لي هالإمبلة النووية اللي كان النقاش عم نقوله. نحن ما عم نقول السلاح كيماوي، التوصيف يبقى للمتخصصين في القوى الأمنية، رجال الضابطة العدلية، وبيطلع بالتوصيف المحقق العدلي بيقول شو هو التوصيف. بس أنا عم سميها بشكل عام إنه شو هي علب علكه كانت هون، هي علب سلاح
خطير صحيح. على احتداده والتماسه مع النار شو عم يفجر بيروت بغض النظر من المتسبب. أنا عم بسأل بالقبل مين وضع كل هالمواد الخطرة كلغم حاضر ليقتل لبنان وبيروت. هذا سؤال مشروع دكتور أنطوان، هذا سؤال مشروع، ربما هذا من بدايات الأسئلة التي يجب أن تطرح. ولكن سؤالي، الأطراف الداخلية، بعض الأطراف الداخلية لا شك بأنها مسؤولة إن بشكل مباشر وإن بشكل غير مباشر عن طريق المشاركة الفعلية وإن كان عن طريق الإهمال، ولكن يعني عنوان حلقتنا اليوم هو التدخلات الخارجية، الوصاية الدولية، كثرة التدخلات الخارجية التي أتت كانعكاس لتفجير بيروت. طيب أنا سأسألك سؤال آخر، بما أنك يعني فقط تريد أن تصوب على طرف معين في لبنان، في 7/8/2020 أي بعد 4 أيام من التفجير، قال رئيس الجمهورية ميشيل عون بأن الانفجار ضخم وقع إما نتيجة الإهمال أو تدخل خارجي بواسطة صاروخ أو قنبلة، ومن قال أيضا بأنه طلب من نظير الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته تزويد السلطات اللبنانية بالصور الجوية كي تتمكن من أن تحدد إذا ما كانت هناك طائرات في الأجواء أو صاريخ أو صواريخ. أنا أصبحت برأيك هذه الصور، لماذا هذا المجتمع الدولي الذي تريد أن تحيده عن أيضا المحاسبة، لماذا لا يساعد لبنان في كشف الحقيقة أو لماذا لا يكشف الحقيقة؟ بالقضاء يا ستنا العزيزة ما في إنه احتمال، يعني مثل أنا عم بعطيك ألف ليرة لنعمر جسر أو لنساعد مرة فقيرة، لا، بالقضاء إما أن نختار القضاء الدولي وعرقلوه عملوا منهم المتهمين قديسين وصفون مثل ما صفون بسوريا حتى ما يروحوا يعطوا معلوماتهم على المحكمة، وإما أن نختار القضاء الوطني، يعني ما في عنا طريق تالي، ما في جمعية مار منصور ما بتلاقي حل. والرئيس الجمهورية مع احترامي للموقع فقط رئيس الجمهورية كان عالم ونسي خبر اللبنانيين أنه لو قبل بجمعتين. ليس فقط رئيس الجمهورية، هناك أكثر من مسؤول صحيح. كله كان عالم إلى جانب رئيس الجمهورية. بس أنا نعم، من كان عالما أيضا بالأمر إلى جانب رئيس كل الوزراء المختصين كانوا عالمين، مر عليهم كلهم، رؤساء حكومات، رؤساء داخلية، وزراء داخلية، وزراء دفاع، كله كان عالم. هلا اللي بدي أقول لك أنا مش إنه والله لماذا لم يساعد، هل طلب لبنان رسميا بالأغلبية النيابية يلي قال عنا السليماني ذات يوم صار عندي أغلبية نيابية بلبنان، هل طلبت الأغلبية النيابية بكتاب أو من خلال الحكومات يلي هي أنتجتها أن توقع مع الأمم المتحدة على إنشاء لجنة تحقيق دولية وفقا للفصل السادس وبإرادة وبمشاركة هذه السلطة السياسية في النظام يلي بده يعطي مهام للجنة التحقيق من ثم بقرروا إذا للمحكمة الخاصة لما يرجعوا يألفوا محكمة ويتعذبوا أو لمحكمة أخرى، يعني باختصار أو ليحلوها للجنائية الدولية اللي بدهم إياه. باختصار حضرتك يعني تدعو إلى تحقيق دولي. أنا صراحة رح أقول لك بالتحليل السياسي وبتجربتنا مع المحكمة الخاصة في لبنان، عندما أنشئت المحكمة الخاصة في لبنان وقفت السلطات السياسية المهيمنة هون والفاردي واللي كانت تقفل المجلس ساعة أو تهدد أو تعمل متفجرات، وقفت بوجه المحكمة سنتين من 2005 إلى 2007، ثم صدر 1757 بقرار بموجب الفصل السابع، يعني من دون إرادة لبنان. إذن التجربة معه أكيد ما عندهم رغبة يروحوا على القضاء الدولي، حتى أنه الظروف الدولية بمجلس الأمن لا تساعد، بطلت هي ذاتها، صار في الفيتو الروسي، صار في المحور الروسي. التحقيقات الدولية دكتور أنطوان لم تضع، دكتور أنطوان التحقيقات الدولية لم تضع 4 ضباط كأبرياء في السجون لسنوات؟ مش التحقيق الدولي وضعهم، أنا ذاك من؟ أليس المحقق دوليا؟ لا أنا ذاك المحقق الدولي صح أنه وضعهم، بس عندما أنشئت المحكمة، طيب عفوا ما تأخذيني، اليوم في عندك الإسلاميين نحطوا 11 سنة بالسجون. نعم جاوبني على هذه الفكرة فقط، نعم. أريد أن يعني أن أوضح هذه الفكرة، المحقق الدولي ذاك لم يضع بسبب تلكؤ، لأنه لما توقفوا إذا بتتذكري بعد نشوء لجنة التحقيق مين عارض نشوء محكمة خاصة في لبنان غير يلي قفل المجلس النيابي من 2005-6-7، هي وحدة تانية استلمت المحكمة عندما أنشئ بشهر أدار ملف راح ب 11 تيارة لعندها لبرا، بشهر واحد أخلى سبيلهم وبيقدروا يقدموا طلبات ليقادوا إذا بدهم القضاء الدولي عن أي تعويض عن الضرر، بس اللي أخرهم عمليا هو الأخر بإنشاء المحكمة، لأنه مثل ما قلت لي بأدار افتتحت بشرة أعمالها قاضي الإجراءات التمهيدية
ومع المدعى العام باجتماعات وتداولات وصلوا لأنه أخلى سبيل مع شهر واحد عم تحكي عن 30,000 مستند نموذج المحكمة الدولية. عرفت قدير رئيس البيطار قاعد 4 أشهر ليرجع ألا فيه بشهر واحد أخلوا سبيلهم. برأيك نموذج المحكمة الدولية في لبنان مع كل مع النتيجة التي صدرت عنها مع كل الأموال التي صرفت عليها كانت نموذجا ناجحا في لبنان برأيك؟ أنا بعلم عدالة دولية وبقول أنا مع دائما قيام عدالة دولية اللي هي بيبي بورن بعده بطور النشوء بعده ما عمره 100 سنة ما عمره 3000 سنة مثل المحاكم اللي عرفناها هلأ وبالعهود القديمة ولكن رح يضل فيها خلل. بس إذا بتعطيني المجال قلك إنه إذا مع ولا لا أكيد مع العدالة وين ما كانت في لبنان والعالم مثل ما عندي مسؤولية للدولة تجاه ترعية تجاه المواطنين كذلك أنا عندي مسؤولية للدولة تجاه الأسرة الدولية ولازم يكون في عدالة برا. اليوم بالنسبة لي أنا أخذت حقي كرجل قانون بفهم كيف تتحاكم هذه المحاكم نظري بالدليل القاطع الذي لا يقبل الشك وحاكمت 1 من 4 بس هذا الواحد ما كان لعيب قل لي يعني لا بجمعية الكشاف الإسلامي ولا المقاصد ولا بجمعية مار منصور هذا كان مسؤول أمن كبير بحزب الله وأصلا هيك جريمة حسب التحقيقات واللي شفناها واللي كان فيها 100 واحد عامل لحقوا على 700-800 خط تليفون بس هذا نموذج بالفكر بالفدري كاديش أنت أمام جريمة منظمة وما بيقضوها واحد هيك عم يلعب برأيك التحقيق اليوم بيقتلوا للرئيس الحريري برأيك التحقيق برأيك التحقيق اليوم سيصل إلى طريق مسؤول التحقيق المحلي سأليني إذا التحقيق رح يتركوا له مجالي حق يعني شو له لزوم إذا مثلا اليوم البطرك الراعي وشي مسؤول تاني من ميلة أخرى رح أقول سمير جعجع أو غيره إجا يقول له اوعى يا بيطار تغلط اوعى تعمل شيء لإيدك بفرجيك وبتحديك وبشارتك هيك بتشتغل القضاء خي ما بدك قضاء دولي أكيد ما بدك قضاء محلي الخبرية كل اللي فيها اللي منه خايف شوفي ميلوسوفيتش ولا مرة اعترف بالجريمة هل يجب على القاضي أن يتخوف من أي تهديد برأيك وصفته بالتهديد يصدر هنا وهناك أنا إذا كنت بدي أعمل ب هو قاضي عن جريمة هزت لبنان مظبوط هل يجب أن يتخوف أنا عم بقول لك لو كنت أنا قاضي ما بخاف إلا من ربي طيب بضلني ماشي لأوصل لمحل إذا كنت بس أنا عم بسأل سؤال يعني أنت تعطي تبرير لا عن أي تقاعس مع يعني معقول يصير مش بس هيك أنا عم بقول لك العدالة بمفهوم العدالة إذا حضرتك عندك اطلاع شوي بعلم القانون أو غيره صحيح. لحتى العدالة تاخذ مجراها يجب أن تتهيأ لها طاقات وإيرادات وساحات ومساحات ووفرات طيب أنا كيف بلش رهبه للقاضي طيب ما بتتذكري دخلت كم قاضي بلبنان اتنحى بعدة ملفات حتى وقتها كانوا عم بيحاكموا دكتور جعجع بالمجلس العدلي طيب في قاضي ما رد أخلى التهديدات بس شو كانوا يقولوا لهم مرتك بجيبها أولادك بجيبهم بيصيروا بسوريا بعملهم بتعلم فيهم هذا موجود يعني القضاة صرحوا بمذكراتهم اليوم هذا موجود ايه؟ في دولنا ترهيب نحن كنا محامين عفوا أنا كنت محامي وارد يعني عفوا أنا كنت محامي جديد يعني خليني أقول لك أنا عم بقول لك بوين جبتهم أنا كنت محامي أطلع على المجلس العدلي إذا كان الضابط يلي ما عاجبه كلماتي ومواقفي كان يضربني على بطني وعلى إجري تهديدا بالسلاح ما قدرت اتشك عليه بعد مدة بس تحررنا من الاحتلال السوري صار يقول لي اعذرني انا كنت تحت الاحتلال قلت له انا مبسوط لانه صرت انت صار نجومك احرار مثل ما حررنيك من الجيش السوري هلا بدنا نحررك من الايراني ولازم هذا البلد يبقى حر هذا وقف لله بالفعل يبقى منبر للحريه منبر لقيمة الانسان وللحضاره الانسانيه مش ليجوا قرطة زعران يستعبدوا الناس يسرقوا لهم اموالهم ويفجرون بذات رابع من اب والكل مطوق القضاء والكل مش مسؤول وشوف هلا المسخره الكبرى عندما تتبجح السلطه السياسيه او بعض القضائيه بتبرير مساله رفع الحصانات ما يخافوا لو ما رفعوا الحصانات قريبا بعد 4 أيام بعتقد صار كلنا عنا نمط اخر رح ناخذ حق الشعب بايدنا اذا ضلت المنظومه عم بتعرق المسار العدالي كيف ذلك رح ناخذها كيف ذلك؟ معلش في عندك نموذج اوكرانيا وكان في عندك نموذج امبارح بتطويق منزل فهمي احتجاجات يعني طبعا كل ما بيتيح لنا الحق الانساني الحق الانساني والحق الالهي كل ما بيتيحوا لنا الله خلقنا لنكون احرار الله خلقنا لما نكون عبيد وما رح نكون عبيد لا عند الفارسي ولا عند السوري ولا عند الفلسطيني كنا عندهم عبيد وما رح نكمل عبيد وعند الاسرائيلي طبعا ما نكون عبيد كلهم مع بعضهم ماشيين رجع لورا على المملوكه وانا معي شكرا جزيلا لك المحامي والاستاذ المحاضر في القانون الدولي دكتور انطوان سعد على تواجدك معنا في هذا بس اسمحي لي اختم بكلمه تفضل
بالنسبة للنائب نوار الساحلي بقول لك ما تعطى الهم القرار بده يطلع عن حزب الله، معلش إذا كنت عم تشرب خمرة أو إذا كانت بنتك لابسة ديكولتي، أنا بقول لك اللي قتل سامر حنا عامل جريمة أكبر منك، اللي قتل هذه الشمس سلمي لك دكتور عامل جريمة أكثر منك، الفجر بيروت اللي اغتيل الحريري واللي امبارح قتل انطوان الحايك ولقمان سليم هو ابشع منك بكثير، شرف لك انك تخالف بنظرهم ونحن بنعرف مين عفاريت الزمان ومين الشياطين يلي عم يتحكموا ببيروت. شكرا على تواجدك معنا على شاشه الميادين ولك حريه القول ما تريده فيا مفتوحه لكل الاصوات، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، الى اللقاء.